إشهار أسلحة بيضاء يوقف 6 تلميذات في بلفاع. تفاعلت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لبلفاع نواحي الشوكة إتباها بجدية وسرعة مع شريط فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع. الأربعاء يوثق ل5 تلميذات يستعرضن أسلحة بيضاء مختلفة الأشكال والأحجام، كما أنه مقرون بتعليق يحمل ألفاظا نابية يرجح أنها موجهة لزميلتهن في منطقة ماسة غرب الإقليم. وأفلحت الأبحاث الأولية التي باشرتها المصالح الدركية في تحديد هوية التلميذات 5، بالإضافة إلى مصورة الشريط بواسطة هاتف نقال، وكلهن تلميذات قاصرات يتابعن دراستهن بالثانوية التأهيلية النخيل بالجماعة الترابية بالفاع. وكشفت التحقيقات الأولية عن مكان وزمان تصوير الشريط، وفور إتمام مصدرت الاستماع إلى التلميذات الموقفات على ذمة هذه القضية، أمرت النيابة العامة بابتدائية إنزكان بالاحتفاظ بهن تحت المراقبة القضائية، حيث جرى نقلهن إلى مركز القضاء للدرك الملكي بالسرية في انتظار تقديمهن أمام القضاء. في انتظار رأيكم متابعينا الكرام.